المرجو الانضمام إلى قناة وصفة سحرية عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها، اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم صديقاتي أصدقائي في قناتكم وصفة سحرية للوصفات الطبيعية والجمالية والصحية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة. في هذا الفيديو بإذن الله سأقدم وصفة للتخلص من السواد وتبييض المناطق الحساسة في الإبطين ومنطقة البكيني، وصفة ولا أروع، تعطي تفتيح وتبييض وتوحد لون في هذه المناطق. هي مهداة لكل عروس مقبلة على العرس، وأيضا لكل الفتيات والسيدات المتزوجات والغير متزوجات. طبعا كل السيدات سوف تستعمل هذه الوصفة وسوف تشكرني كثيرا لأن نتائجها فعالة جدا. قبل أن أشرح لكم الوصفة، يجب أن تعرفوا صديقاتي أن هذه المناطق الحساسة هي حساسة، ويجب التعامل معها بحذر وأمان، لأن السبب الأول في سواد هذه المناطق هو عدم تعرضها للهواء الكافي أو ارتداء ملابس غير قطنية. هناك من يضع العطر مباشرة تحت الإبطين، وهذا خطأ لأن نسبة الكحول تكون مرتفعة في العطور فلا يتحملها الجلد، وتحدث سواد وكذلك خلايا ميتة ورائحة كريهة. والتعرق الكثير وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، يجب أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار للمحافظة على لونها الموحد والتعامل معها على أنها منطقة حساسة. لذلك سأقدم هذه الوصفة الطبيعية والسهلة والبسيطة والتي تعطي نتائج فعالة في التخلص من هذا السواد، هي مجربة مني شخصيا. نحتاج كما لاحظتم في الفيديو إلى ملعقة من العسل، عسل النحل، ونحتاج إلى الفحم النشيط وهو عبارة عن دواء للأمعاء. كما تلاحظون هو يباع في الصيدلية، كما قلت هو دواء للأمعاء، ولكنه بما أن فيه نسبة كبيرة من الفحم النباتي النشيط يستعمل كذلك في الوصفات. أيضا هناك من يستعمله لتبييض الأسنان فهو فعال جدا، وكذلك أنا جربته في هذه الوصفة لتبييض المناطق الحساسة وقد أعطاني نتائج رائعة جدا مع العسل. طبعا سوف نأخذ ملعقة كما قلت من العسل، نضيف إليها قرصين من الفحم النباتي النشيط. من الأفضل أن نقوم بطحنه أو دقه جيدا حتى يندمج ويصبح على شكل خليط مع العسل. كما لاحظتم حصلنا على هذه الخلطة بهذه الطريقة متماسكة جيدا. طريقة استعمال هذه الوصفة، توضع هذه الخلطة على المناطق الحساسة، أي عندما أقول المناطق الحساسة أي الإبطين وكذلك منطقة البكيني.
في مكان السواد بعد التنظيف الجيد، وتترك مدة 20 دقيقة. بعد ذلك تغسل جيدا بالماء العادي، ويجب أن تنشف المنطقة جيدا. تخصصون منشفة خاصة لتلك المناطق، وتضعون زيت جوز الهند لأنه يساعد في التبييض والترطيب. يجب المداومة صديقتي على هذه الوصفة، وسوف تلاحظون نتائج رائعة وتبييض وتفتيح أيضا في تلك المناطق من الاستعمال الثالث، طبعا حسب السواد ودرجة السواد. إذا كان لديكم سواد خفيف فسوف تلاحظون تفتيح من الاستعمال الأول لهذه الوصفة، أما إذا كانت المنطقة سوداء قاتمة فتحتاج إلى استعمال مرة ثانية والثالثة لتلاحظوا نتائج رائعة جدا وتفتيح في تلك المناطق. أتمنى أن تداوموا على هذه الوصفة لأنها بالفعل فعالة جدا جدا. فيما يخص هذا الفحم النباتي يسمى في المغرب بأوكربون، وثمنه أيضا ليس كثير، حوالي 30 درهما. لا أدري إذا كان في الدول العربية، إذا كانت هذه المعلومة عند أحدكم فأرجو أن يكتب مكان التعليقات ليستفيد الجميع. فهو كما قلت فحم نباتي نشيط، وهو يستعمل لتنظيف الأمعاء والتخلص من الانتفاخ في البطن. لايك لمزيد من التشجيع وشير لإفادة أصدقائكم. ابعثوا الفيديو عبر الفيسبوك، عبر ميسنجر والواتساب لتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.